فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل يقال بأن تحية المسجد واجبة؟ لا، ليست واجبة، أمر استحباب ليس أمر وجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له راتبة الدخول المسجد، لم يذكر له ذلك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه غير الصلوات الخمس، قال: لا، إلا أن تتطوع، ويدخل في هذا تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، هي عند الظاهرية واجبة لكن الجمهور لا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.